مسدوده يا شيخ. عمري فين بقى ما تبهقناش يا شيخ. وادي واحده والله ما تزهقنيش بقى يا عم الشيخ، انا حاسه انكم بتمضوني على ايصالات امانه. انا عاوزه اروح لماما، سيبوني امشي عالم انا مش بتاعة جواز. انا مش عايزه اتجوز يا امان، بتضحك عليا مش مصر الغربيه. انا حاسه ان هما بيمضوني على ايصالات امانه. ايه القمر ده؟ ازاي ملكه جمال الميك اب ارتست تكون قمر بالشكل ده؟ اخف دم عروسه في مصر كلها. انا حاسه ان هما بيمضوني على ايصالات امانه. اديني ايدي اعمل والله اعصابي مشدوده يا شيخ. ميك اب ارتست شهيره بتقلب الدنيا في كاتب كتابها. مقطع فيديو من فرح ميك اب ارتست شهيره بيقلب مواقع التواصل الاجتماعي. ما تيجوا نشوف الحكايه ايه. البدايه كانت مع فيديو انتشر على السوشيال ميديا الميك اب ارتست شهيره اسمها دودي فتحي. الفيديو عباره عن ثلاث مقاطع مختلفين بس كل واحد فيهم بفكره معينه. الاول كان عباره عن فيديو تحضيرها الاخير للفيرست لوك قدام عريسها. انا مش عايزه اتجوز يا امان، بتضحك عليا مش مصر الغربيه. انا حاسه ان هما بيمضوني على ايصالات امانه. والتاني كان اكثرهم خفه وفكاهه وهي فقره البصمه على كاتب الكتاب. العروسه اتكلمت مع الشيخ في خفه دم خطفت قلوب كل الناس اللي موجودين في القاعه وقالت يا شيخ انا مش عاوزه اتجوز، ودوني عند ماما، انا اصلا مش بتاعه جواز، انا حاسه انه اتغرر بيا وانتوا بتمضوني على اي حاجه وخلاص. اوعى تكونوا بتمضوني على ايصالات امانه او اي حاجه يا جدعان. ما تنجز يا عم الشيخ، كل دي امضى، ده انا لو بمضي في عقد فيلا للساحل مش هقعد كل ده. مقطع الفيديو اثناء كاتب الكتاب وخفه دم العروسه كانت حديث السوشيال ميديا. وخلال احد الفيديوهات اتكلمت صاحبه دودي اثناء تحضيرها للوك وقالت ما شاء الله يا روحي قمر، حاجه كده تهبل بصراحه من الحلاوه والطعامه. ايه القمر ده؟ ازاي ملكه جمال الميك اب ارتست تكون قمر بالشكل ده؟ ربنا يحفظك من العين يا روحي، ما شاء الله عليكي ما فيكيش ولا غلطه. هي طول عمرها الستايل بتاعها حلو قوي وطول عمرها بتطلع العرايس زي القمر، لكن جه اليوم اللي تكون فيه هي اجمل عروسه في الدنيا. فيديو العروسة اللي كان في قاعة الفي اي بي بالسويس قلب مصر كلها وكل السوشيال ميديا بتتكلم عنه، وكان من تعليقات المتابعين ان العروسة دمها مش طبيعي بجد، كمية قبول غير طبيعية، ازاي سكر كده؟ دي بسم الله ما شاء الله مبسوطة بيها قوي ويا بخت عريسها من جمال روحها والله. اهي دي الستات اللي تفتح النفس مش بتوع النكد على الفاضي وخلاص. ربنا يسعدكم وانت شكلك أمورة وبنت حلال وتستاهلي ألف خير. دي كانت بعض التعليقات من المتابعين على فيديوهات العروسة اللي قلبت مواقع التواصل، فانت قول لنا ايه رأيك في النهاية بالفيديو ووجه رسالة للعروسة القمر دي. أعصابي مشدودة يا شيخ. عمري فين بقى ما تبهقناش يا شيخ. واحدة كده وادي واحدة والله عايزة الصورة وال أنا مش عايزة أتجوز يا أمان، بتضحك عليا مش مصر الغربية. أنا حاسة إن هما بيمضوني على ايصالات أمانة. أديني إيدي أعمل والله.